برحب بحضراتكم مرة كمان، ودلوقتي أنا متواجدة داخل المعسكر الخاص بمنتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي. خلينا نتعرف عنهم ونتكلم كمان عن باريس 2024 ومدى جاهزيتهم، وإيه المشاكل اللي لحد دلوقتي ممكن تكون لسه متواجدة عشان نقدر إن احنا نحلها من خلال كاميرا قناة النادي الأهلي. خليني أرحب بيكم صباح الهنا، وفي البداية خلينا نتعرف عليكم. أنا حسن العطار، لاعب منتخب مصر رفع أثقال بارالمبي. معايا ذهب جورجيا 2021، جبت اول، ومعايا جبت فضه في بطوله كاس العالم اللي فاتت، كانت في صاله حسام مصطفى. دي بطولتين دلوقتي لعبتهم، وحاليا ان شاء الله بنحاول نحضر اللي جاي. يعني اتأهلت بشكل رسمي يا كابتن ولا لسه في بطوله هتأهلك ان شاء الله؟ حاليا غير مؤهل، بس يعني احنا بنحاول وان شاء الله يعني نوصل ان شاء الله.